بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن هذه العين عينك، والماء ماؤك، والشفاء شفاؤك، فاشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أرحم أبي رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين. اللهم أرحم أباءنا الأولين وأجدادنا والجميع الذين شربوا من هذه العين، عين جديدة بقرية ولد عباس، قرية الآباء والأجداد. الله يرحمهم ويمس عليهم خوتي والناس اللي شربوا من هذه العين والذين لم يشربوا. دعواتكم الحبايب، ربي يحفظكم ويرعاكم في هذا اليوم المبارك. أدعو الأبي رحمه الله وجميع موتاكم وموتانا إن شاء الله. سلام.